وينضم معنا عبر الهاتف من الرياض نائب وزير الخدمة المدنية سيد عبد الله الملفي. سيد عبد الله مساء الخير واهلا بك. مساك الله بالخير وعموم المشاهدين. سؤال الاول سيد عبد الله، ما هي اهم ملامح النظام الجديد؟ هو اذا كان نتكلم عن التعديلات في نظام الخدمة المدنية، مع انه صدر ايضاح صحفي هذا اليوم لمعالي وزير الخدمة حول ملامح التعديلات، لكن فيما يبدو أنكم ركزتم على أبرز تلك التعديلات التي يدور الحديث حولها وربط العلاوة السنوية بمستوى الأداء. بلا شك. وبهذا الخصوص يعني يعلم الجميع أن من أهم جوانب التحفيز عادة في الأنظمة والترتيبات الوظيفية سواء في القطاع العام والقطاع الخاص التدرج والترقية والزيادة التي تتم على راتب الموظف. وبالنسبة للخدمة المدنية، ومع أنه لا ينكر أحد أبدا أن هناك نسبة كبيرة جدا جدا وأقول جدا من الموظفين الأكفاء المميزين الذين يفتخر بهم القطاع العام وربما يقضون ساعات طويلة تزيد عن ساعات الدوام، إلا أنه بين آونة وأخرى ينتقد نظام الخدمة المدنية ويوجه له اللوم بأنه لا يفرق بين الموظفين الجدين وغيرهم بل يعاملون بالمسخرة إن صح التعبير، فالجميع يمنحون العلاوة الدورية وغالبيتهم يترقون ويحصلون على الترقية بعد إمضاء المدة المطلوبة، ولذلك أنا أعتقد أن هذا التعديل الجديد جاء ليغطي هذا القصور. سيد عبد الله، يعني هل هناك يعني سيكون تغيير في مبالغ العلاوة السنوية بعد ربطها بالأداء؟ هل يعني يمكن للموظف تحديدا الحصول على نسبة منها تعد نسبة الأداء؟ هو صحيح، أنا ما أقدر يعني أعطيك نسب الآن لأنه لتطبيقه لا من حيث الزمن ولا من حيث المقدار يرتبط بالانتهاء من اللائحة التي قضى الأمر أو قضى متى يبدأ التطبيق سيد عبد الله؟ لأنها يعني تنهيها بحيث أنه تحدد أسس القياس ومعاييره ومستويات الأداء التي بها يعني ممكن أن يستحق الموظف العلاوة الدورية أو الترقية يعني، والوزارة فعلا هي تعمل على هذه اللائحة وفقا لأفضل الممارسات ومع شركائها سواء وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط اللي هو مركز قياس الأداء، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث التحول الرقمي ونظام موارد فعال، طبعا ضمن منظومة برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية. متى سيبدأ تطبيق يعني هذه اللائحة والتعديلات الجديدة؟ أنا طبعا يرتبط بانتهاء اللائحة، يعني ليس من غد، ولكن هناك اللائحة ضمن منظومة لوائح الخدمة المدنية، ويعني تضمن الأمر بأنها تصدرها وزارة الخدمة المدنية. سوف يكون هناك طبعا مناقشة حول هذا الموضوع، يعني لن تدرسها وزارة الخدمة المدنية لوحدها وإنما مع شركائها والمختصين من الجهات الحكومية. التعديلات الجديدة سيد عبد الله هل ستشمل كافة موظفي الدولة المدنيين؟ هو النظام عام عادة نظام الخدمة المدنية. نعم. هو يعني حتى معظم الأنظمة واللوائح انبثقت منه، فهو النظام العام وكثير من اللوائح والأنظمة التي أفيد بها بعض الموظفين دائما يقال فيما لم يرد به نص سوف يطبق على الجميع، وبذلك مثل الإجازات العلاوات الدورية أمور معينة تطبق على الجميع. هناك تخوف ملحوظ عبر مواقع التواصل من بعض الموظفين أو موظفي الدولة المدني بأن تكون هناك محسوبية في تقييم الأداء الوظيفي ومنح العلاوة، تعليقكم سيد عبد الله على هذه النقطة تحديدا، وأيضا ما هو الإجراء المتخذ في حال لو ثبت ذلك؟ يعني لا أخفيك بأني اطلعت يعني خلال البارحة واليوم على بعض ما نشر في وسائل التواصل. نعم. وجزء منها يتحدث عما أشرت إليه، لكن هناك آراء أخرى وعديدة باركت وأيدت هذا التوجه. على أي حال، نعم، أعتقد أننا نتفق أن الموظف الحكومي سواء كان رئيس أو مرؤوس وصل إلى درجة كبيرة من النضج والموضوعية، ومن مرتكزات أي ترتيبات نظامية قبل صدورها ينظر لمستوى أثرها، ولا أقصد طبعا هنا الأثر المالي فأيا كان ينظر إليه، ولذلك لكن الترتيبات الجديدة هذه من المؤمل بأن تكون نتائجها إيجابية على الموظف والوظيفة من حيث تحفيز الموظفين والارتقاء بأدائهم. وربما التخوف الذي يعني لا أخفيك يثار، نعم، ربما بني على بعض التطبيقات والممارسات غير الجيدة يعني من بعض المشرفين والرؤساء، لكن ما يطمئن أكيد أن إدارة الأداء التي تدعم هذا التوجه تتضمن وجود أهداف للموظف ومؤشرات وأسلوب قياس، والأهم هناك إجراءات تظلم. نحن في يعني بلد مؤسسات، نعم، يعني أنا أعتقد أن الموظف الذي يشعر بأنه ظلم أو بخص حقه من حقه أن يتظلم لجهته وفق إجراءات معينة، وإذا ما أنصف أيضا أبواب القضاء الإداري والجهات الرقابية مفتوحة.
أنا أعتقد فعلا أنه يجب أن يعني ننظر للجوانب الإيجابية في هذا الموضوع ولا يعني ننظر لبعض الممارسات غير الجيدة السابقة. نعم، من الرياض نائب وزير الخدمة المدنية سيد عبد الله الملفي، شكرا جزيلا لك.